مساء الخير. في العناوين: زوبعة يثيرها وزير المال للاستحواذ على غطاء قانوني موجود أصلا، هيئة التنسيق تحاول مجددا، والكتائب يدقق في أسماء التفرغ. وفي النشرة أيضا: النازحون بين الأعداد الكبيرة وبين عودة بعضهم أو إسقاط صفة النازحين عنهم. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ماريو عبود وديما صادق. مساء الخير. قضية توفير رواتب القطاع العام يبدو أنها كانت زوبعة في فنجان، فكل ما في الأمر أن وزير المال كان يستعطف غطاء قانونيا رآه في مجلس النواب، فيضرب عصفورين بحجر واحد من خلال جعل مجلس النواب يلتئم. فجاء الجواب بأن الغطاء موجود في الحكومة ولا داعي لجلسة لمجلس النواب. وإذا كان الانفراج سيد الرواتب، فإنه لم يكن كذلك بالنسبة إلى أساتذة الجامعات اللبنانية، كذلك بالنسبة إلى معضلة سلسلة الرتب والرواتب التي يبدو أن احتمالات ترجمتها باتت شبه معدومة. وفي مطلق الأحوال، فإن مجلس الوزراء سيلتئم في جلسة له الخميس المقبل، وعلى جدول أعماله 39 بدا، ولم يعرف ما إذا كانت القضايا المطلبية من ضمن هذه البنود. وما هو بعيد الاحتمال أيضا ملف الاستحقاق الرئاسي، وكذلك اقتراح العماد ميشيل عون. وفي هذا المجال سجل موقف للنائب ياسين جابر عضو كتلة التنمية والتحرير، أعلن فيه أنه في غياب رئيس الجمهورية فإن النواب لا يستطيعون تعديل الدستور.